هي شرم الشيخ تجنن، ومش أول مرة نيجي شرم الشيخ، ودايما هنرجع شرم الشيخ كمان إن شاء الله. ترجع السياحة زي قبل. المكان ده جنان تحفة. يعني كون مهرجان سينما يتعمل في ديكور زي كده وهوليود، يعني مفيش صدف. كان المكان ده اتعمل مهرجان السينما، وإن شاء الله الدورة دي تكون أول دورة من كتير دورات ناجحة قوي، وإن شاء الله ترجع الخير لمصر.